يا شباب جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده المحاضرة الثالثة من محاضرات الألماني. أتمنى إن الناس تكون مذاكرة الحاجات اللي فاتت. الصوت واصل؟ طيب نبدأ يا شباب. يلا، كنا بنقول شرحنا ايه المرة اللي فاتت؟ شرحنا ايه المرة اللي فاتت يا شباب؟ تمام يا أستاذة بسمة، شرحنا ايه بقى المرة اللي فاتت يا بسمة؟ يلا يا فادي، شرحنا ايه المرة اللي فاتت؟ في فراجة، برافو. بس نوخ، ايه كمان؟ في فراجة والأسئلة والأم بيشتمت ان ارتكل وفيرب هابن، برافو علياء. يا ناين فراجة، برافو مروان. بس نخ، داس است الس الجلاوبة، داس است الس. اوكي، في فراجة، بس بدوتي فن ونيجاتيون زير جود. احنا شرحنا حاجات كتير والله. طيب فن، بس بدوتي فن، حد يجيب لي مثال على فن؟ حد يجيب لي مثال بقى فن، حد يجيب لي مثال عليه. فن بيجنت انترشت، فن جيز تو. اوكي فن، برافو سهر، برافو بسمة. فن بيجنت انترشت، واجاوب اقول ايه بقى؟ اجاوب اقول ايه؟ فان بيجنت انترشت، اجاوب عليها اقول شنل. فان جيز دو فان بيجنت انترشت. Beginnt der Unterricht. Der Unterricht beginnt am Abend. Sehr gut, Herr Wessmer. Der Unterricht beginnt um 5 Uhr. Sehr gut, Herr Maran. Sehr gut. Kreis geht. Der Unterricht beginnt um 5 Uhr. Der Unterricht beginnt am Abend. Sehr gut. Was bedeutet? Wo? Was bedeutet wo? Wo? Was bedeutet wo? أين؟ مثال باشبي، ثم باشبي. فو فونس دو، ها أجاوب إزاي؟ برافو مروان، أجاوب إزاي؟ فو إسك أحمد، برافو يا بسمة، أجاوب إزاي؟ إشبونا إن كايرو، برافو يا سهر، برافو جدا، كويس جدا. إشبونا إن أليكس، ماشي يا مسعود. طيب Was bedeutet woher? Was bedeutet woher? Woher? Nimm eine, bravo. Beispiel. Woher kommst du? Bravo, Resma. Woher kommst du? Wagao Baul? Wie antwortet man? اجاوب اقول ايه؟ اشكوما اوس اجيبتن، اشكوما اوس اجيبتن، برافو يا سهر، اشكوما اوس اجيبتن، برافو.
ايش كوما اوز ايجيبتن. زير جود يا بسمه، زير جود. طيب فاس بدويتت في الت، في الت، فاس بدويتت في الت، في الت بس دو كم عمر براب، في الت بس دو في الت، في الت. كنا بنقول في الت فاس دوت في الت. في الت اوكي، في الت بايشبيل ايش بين 20 يارا الت. برافو، ايش بين 20 يارا الت. داس از زير جود، also زير جود. طيب لما نسال اقول لمثلا اللي فات دي بيس دو زيبن اون 20 يارا الت، لما اقول كده بيس دو زيبن اون 20 يارا الت، يجاوب يقول ايه؟ اما اقول لك بيس دو زيبن اون 20 يارا الت، اجاوب؟ ها؟ جاوب ازاي يا شباب؟ لما اقول بيس دو زيرو اون 20 يارا الت اجاوب ازاي؟ قلنا نجاوب ده اسمه يا او ذا ماين فراجا، فجاوب بيا ايش بن يا ايش بن زيرو اون 20، او اقول زي ما صاحب قال كده ماين ايش بن نشت زيبن اون 20، ايش بن نشت زيبن اون 20، او اقول ايش بن 20 يا ايش بن 20 او ذا لاين ايش بن 20 يار ال. يبقى احنا خدنا حاجتين اللي هو يا او ذا لاين فراجا او ذا في فراجا، وخدنا كمان النفي. قلنا عندنا حاجتين بننفي بيهم، قلنا اللي هو نشت لو كانت الجمله، او كاين لو انا بنفي نكره. فلو قلت اس داس اي بوخ فقلت ناين داس است كاين بوخ، ناين داس است كاين بوخ، يبقى عرفنا ان نكره بننفيها بكاين، عرفنا ان نكره بننفيها بكاين. طيب كان عندنا يا شباب خدنا كمان من ضمن الحاجات اللي خدناها فيرب هابن. ها حد يعرف يصرف فيرب هابن؟ فيرب هابن was bedeutet haben zuerst was bedeutet haben haben was bedeutet haben ich habe to have sehr gut aber ha يملك sehr gut aber ich habe ha du hast du hast مش hast du hast du بس واحد du hast برافو بس ما was noch اير اس زي هات. برافو برافو. اير هات برافو. واس نوخ وير هابن. وير هابن زير جود زير جود. طيب احنا اتفقنا يا شباب ان احنا لما نيجي نصرف الافعال، طبعا بغض النظر عن فرق عن فرق هابن وفرق زاين، قلنا لما نصرف الافعال بيبقى عندنا نهايات محدده للافعال، بنشيل الـ ان ونحط نهايات، بنشيل الـ ان ونحط نهايات. زي ناخد كده على سبيل المثال زي فيرب ماخن، لما اجي اصرف فيرب ماخن هقول ايش ماخن، شلت الـ ان وحطيت الـ ايه دو ماخس، شلت الـ ان وحطيت اس تي اير واس وزي ماخ، تمام كده؟ وعندنا فير زي فوند زي ماخن، وعندنا اير ماخت.
كلار؟ أليس كلار؟ الكلام ده معروف؟ ده معروف جدا. طيب واتكلمنا ان احنا عندنا افعال معينه بنغير فيها حاجات، زي ما قلنا ان احنا عندنا الفعل اللي بينتهي باس او باس ست او بست بنحط له ما بنحطلوش اس مع دو، فبتبقى تصريفه مع دو هو نفس تصريفه مع اير واس وزي. واتكلمنا كمان لو الفعل اخره تي بنحط له اي اس تي وبنحط له اي تي. كل الحاجات دي مفهومه؟ حد عنده سؤال في الحاجات دي؟ اليس كلار؟ صايمين ولا ايه؟ اليس كلار؟ جود. ها؟ بس نوخ. اليس كلار؟ حد عايز يشرح حاجه في اللي فاتوا؟ يا اليس كلار. اوكي طيب نشوف اليس كلار ولا لا. اللي عايز حاجه تشرح يلا يا جماعه. كويس جدا. طيب ندخل حاجه جديده النهارده، شرح النهارده عندنا برضو حاجه في تصريف الافعال، بس الافعال اللي بنقول عليها يعني مش شاذه قوي بس فيها نوع من الشذوذ. خلاص عندنا اللي هو اشترك فيربن، عندنا تصريف اللي هي اشترك فيربن. تمام، اشترك فيربن معناها الافعال القويه او افعال يعني شاذه. احنا عندنا مع كل اللي احنا خدناه ده نفس النهايات، بس عندنا حاجات معينه افعال معينه لما اجي اصرفها مع دو واير واس وزي بالذات بيتغير معاهم حاجات، بيتغير معاهم حاجات زي فيرب. في عندنا افعال بيتغير بقى داخل الفعل من جوه، داخل الفعل. احنا كنا قبل كده بنشيل الان ونحط نهايات مالناش دعوه باي حاجه في الفعل. خلاص دلوقتي في افعال بغير منها حروف جوه اصل الفعل نفسه، في اللي هو الفيرب شتم بغير منه حاجات، زي عندنا فيرب زي فيرب شبريشن. في عندنا الاول حاجات افعال بنغير منها الايه، الايه دي تبقى اي، الايه تتغير تبقى اي. تمام يا بسمة؟ بس خلينا بس واحده واحده. طيب عندنا افعال بنغير منها الايه لاي زي فيرب شبريشن. وزي فيرب هيلفن، برافو يا مروان، زي فيرب هيلفن. وزي فيرب جيبن، وزي فيرب جيبن. طيب لما اجي اصرف اشبريشن هقول عادي ايش اشبريشن دو اشبريشست اير اس اونزي اشبريش دو اشبريشست. كده صح ولا غلط يا مروان؟ ها انا كاتبها كده صح ولا غلط؟ دو اشبريشست اير اس زي شبريشت. ماشي طلع في وش مروان، مش تصحصح كده تقول انت غلطان. ها اير اس زي شبريشت، اير اس زي شبريشت. تمام شبريشت. وبعدين زي اودا فير شبريشن عادي اير. ايه تبقى يا مروان؟ شنال ايه تبقى ايه؟